قررت إدارة نادي نفط الوسط تغريم جميع لاعبي الفريق على خلفية تراجع الأداء والنتائج وآخرها التعادل السلبي أمام الصناعة الكهربائية في الجولة 18 من الدور الممتاز. نائب رئيس نادي نفط الوسط هيثم بعيو قال أن الإدارة قررت خصم 50% من رواتب اللاعبين لشهر آذار الجاري على خلفية تواضع نتائج الفريق في الدور الممتاز. يشار إلى أن نفط الوسط يحتل المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.